سعيد اليوم، مهما تمرني يمرني احساس غريب، لكن ساحاول لتبليغ بعض الجميع. اشكر الجميع على العمل الجاد والمواظبه التي عشناها جميعا من اجل ان نوصل هذه الكليه الى هذه القيمه. إذا رجعت اللور كتكون شويه الصعوبات، لان غادي نذكر كاع الصعوبات اللي مرينا فيها، ولكن ما غاديش نذكر الصعوبات، غادي نذكر غير الحوايج المزيانين واللي كيتجلاو في المجهود الجبار اللي قاموا به الاساتذه من الكليه والطاقم الاداري ديال الكليه والاعوان ديال الكليه، اللي الشكر ليهم كيف ما كان كيبقى نقص، لان رغم القله ديالهم العدديه ولكن كانت روح ديال العمل وديال الثقه وديال التواصل اللي جعلت ان الكليه توصل لهذه القيمه اللي وصلت، بحيث ان في ظرف ديال وجيز من الزمن استطاعت الكليه تبنى وتجهز وتطلب الاعتمادات ديال المسالك الاساسيه والمهنيه، نحاولوا ندفعوا بها في المجال ديال البحث العلمي، بحيث الى حد الساعه الكليه كتوفر على 3 ديال لي ماستر تطبيقيين تقريبا كلهم، و5 ديال الاجازات مهنيه تستجيب متطلبات سوق الشغل، اللي كنعرفوا ان سوق الشغل اليوم ولا صعيب، ولكن الحمد لله التكوينات كما قال السيد عامر صاحب الجلاله على الاقليم والسيد عميد ديال الكليه، التكوينات اللي كاينه الان تستجيب تماما ومتطلبات سوق الشغل. الا جيت نذكر باختصار شديد اللقاءات اللي مرات مع الشركاء، وكنستغل هذه الفرصه باش كنشكرهم جميع الشركاء الفرقاء ديال الكليه، سواء كانوا من العالم ديال السياسه ولا من العالم ديال الاقتصاد ولا من المجتمع المدني. كان واحد العمل متكامل ديال جميع الاطراف، بحيث ان كنا كنبقاو يومين ثلاث ايام نقاش اش غادي نديرو في لي موديول بوغ اون ليسونس بروفيسيونيل دوني، كيل سون لي بوزوان pour une licence professionnelle donnée. Comment faire? Et après, qu'a dit l'architecture pédagogique pour formuler justement ces demandes. Je vous ai dit que